شنو تعميلك على الكلمة؟ كان هذا سؤال طرحته على أصدقائي في مرة حين هدسوا وكانت إجابتهم كانت طاقة فكنا من هيك وجود تيجد رايح كيف تمانع من المدرسة فقلت لهم يعني ليش العلم ممتع مهم شبحوا لي شرحة بتاع كم سكوتش نوضو سيدوكا وكملوا هرزتهم على لعبية الكورة لآخر انتقالات حاولت أنا بعدين خشيتهم في موضوع بس بطريقة مختلفة هذه المرة. شديت واحد منهم كان معصب بك شوية. فقلت له ترى خود نفس. فقال لي شنو؟ قلت له خود نفس. مجرد ما قال خلينا بس يعني بدي أجرب. قلت له يا صديقي لو حسبنا بالسعة الهوائية للرئة يعني قديش تحمل الرئة من الهواء والحجم الموري للغاز حنلقوا انك في هذه اللحظة استنشقت ما لا يقل عن 3^10^23 من جزيئات الغاز، هذه معناها 3^23 سنة. فقال لي ما هي يعني؟ والمعنى؟ قلت له هذا معناه ان هذه الجزيئات قد كانت متوزعة يعني عددها كبير كانت متوزعة كل على كل كرة أرضية. مجرد ما قلت له ان في احتمال ان واحدة من هذه الجزيئات كانت في رئة مارادونا وهو يدير في الزنزانة خلاص الويل بدا كل انتباه معي وثار حتى الجماعة الثانية بدا يسأل كيف وعلاش مجرد ان خلقت عند هذا الفضول بدا نتعمق لها في اسئلة علمية اكثر وبدا يعني يسمع مني وليت حتى الموضوع علمية العلم كانت مقبلة في البداية شيء اكتشفت على لحظتها ان الناس ما تكرهش العلم انما تكره الطريقة اللي تم بها توصيل العلم لان العلم اساسا مبني على الفضول اللي هو جزء من الطبيعة البشرية يعني كنا عندما كنا صغار كنا نجربوا نستكشفوا نسألوا أسئلة زي علاش السماء زرقاء وعلاش المرة يتبع فيها كنا مفضلين جدا بمثل هذه الأسئلة لذا المشكلة مش في العلم نفسه إنه ممل أو معقد زي ما أذكر البعض لا المشكلة في إحنا وكيف طريقة نوصل فيها العلم للناس فاعتقاد العلم زي الموسيقى مهما كان مؤلف صح لو ما عزفتش صح مش حيوصل للناس وبالعزفة أقصد توصيلها وهذا اللي نحاول نديره مؤخرا هذا الشغل اللي واخذ جل وقتي مؤخرا الساينس كوميكيشن أو توصيل العلوم عبر التبسيط واللعب على وتر الفضول بس ما كانش هذا حالي دائما لسنوات كنت شغوف بالعلم بس مش قادر نوصله لأي حد بالضبط زي اللي شغوف بالموسيقى بس مش قادر يعزفها هذا الفيسبوك ذكرني بهذيك الأيامات من 5 سنوات من وقتها وانا نخدم على روحي نتذكر زمان لما كنت كيف بدايتي شغفي بالعلم كنت نخدم في نقال بوري لـ 81 وخش على ويكيبيديا ونشوف المقالات العلمية ونديرها في حفظ كصفحات محفوظة كل مرة نقرأ مقال في وضع الأوفلاين نتذكر كذلك كنت نتفرج على هلبة من الأفلام الوثائقية وكل ما نعرف حاجة نبدأ نشارك فيها مع الناس نذكر مرة أنت عرفت حقيقة أن أنت تشوف النجوم في الليل إحنا نشوفه في ماضي هذه النجوم نشوفه في وضعها الحالي لأنها بعيدة لدرجة أن ضوءها يحتاج فترة مش وصلنا ما خليت لي منحكة بكل حماس كنت نحكي فيها بس كان أمر مؤلم نوعا ما أنه ما تلقاش رياكشن بنفس الحماس من الطرف الثاني فكنت مستغرب يعني علاش ما فيش اهتمام بالعلم والبحث العلمي مش مجرد أنه شغفي فقط بس لأن كنت مدرك إنه ضرورة لحل مشاكلنا اللي واجهنا في المجتمع يعني زي مشكلة الكهرباء اللي بهدلنا يوميا كان كنا مهتمين بالطاقات المتجددة كان ممكن ما يكونش وضعنا زي هذا العلم أدى أقوى منهجية لحل المشاكل يعني نظرة سريعة حولك حتلقى إن كل صغيرة وكبيرة في حياتنا من الإضاءة للميكروفون لمكيف الهواء كلها اختراعات جابها العلماء لحل مشكلة معينة، فليش ما نعطوش اهتمام أكثر؟ كان هذا الموضوع شاغل بالي من عمر صغير، وكنت نحاول أقنع في نفسي إن مجرد اهتمامي بدراستي هو أكثر شيء نقدر نديره في وقت اللي يعني كنت صغير، بس اتضح لاحقا إني نقدر ندير أكثر. في مرة خلال دراستي الإعدادية في حصة العلوم وكان درس على شحنات كهربائية
حاولت فكانت الأبنة تشرح عن الشحنات كيف أن الشحنات المتشابهة تتنافر والشحنات المختلفة تتجاذب. فسألتها يعني منتجها علاش؟ إحنا عارفين عن التجارب بس علاش؟ فقلت لي لأنها مشابهة مختلفة. ما اقتنعتش أنا كنت من النوع اللي ديما يسأل يعني. فكيف قلت لها علاش؟ قالت لي خذها بحث هوم وورك. فروحت قلت بعدين روحت فتحت الانترنت تك شحنات متشابهة مختلفة علاش التجارب علاش تتنافر؟ ما لقيتش أي نتيجة كبيرة دي. ومش مع السؤال هذا يعني حاولت مع عدة أسئلة كانت تراودني وما نلقاش أي نتائج من هي بي. وأعتقد مش أنا الوحيد اللي واجه هذه المشكلة يعني. جيت تبحث مثلا عن معلومات عن النجوم تلقى روحك في نجم ميسي متذيع الكورة والنجم ميسي يتألق. يعني نتائج البحث عن نجوم الفن والكورة كانت أكثر من نتائج عن النجوم الحقيقية. بعد فترة اكتشفت ان هذه مشكلة كبيرة بحد ذاتها واسمها مشكلة المحتوى العربي على الانترنت. حسب احصائية للاتحاد الدولي للاتصالات قام بها سنة 2012 فان هذه النسبة نشوف فيها هي كل المحتوى العربي اللي مثله على الانترنت 3% فقط المحتوى كامل بكل انواع وتفاصيله. فما بالك يعني بالمحتوى العلمي يعني ممكن نتائج تكون النسبة تكون ضئيلة لدرجة كانت تكون معلومة يعني. فهي فده عندها إن المشكلة حقيقية إن مشكلة المحتوى العربي هذه. يعني 400 مليون عدد المتحدثين بالعربية مقارنة بـ 3% لا شيء ما ننجو شيء يعني. بس حتى كما لقيت يعني مواضيع غالبا تكون مكررة ومن غير مصادر حتى لقيت مواضيع علمية تلاقيها في نفس الموقع مكرر 60 مرة ومن غير مصادر. بس مع بداية دخولي لعالم فيسبوك لعالم الفيسبوك على سنة 2012-2013 اكتشفت ان في مبادرات بتخدم على حل هذه المشكلة. فكانت كدفعة نوعا ما ليا قلت علاش ما ساهمتش حتى انا في اني يكون حل للمشكلة بتاع المحتوى العربي. وقلت ربما هذا الشيء اللي نقدر نديره يعني غير اهتمامي بدراستي. ومن هنا كانت بداية نادي الليبي للعلوم سنة 2014. مبادرة علمية هدفها تبسيط العلوم ونشر الثقافة العلمية وكذلك إثراء المحتوى العربي. بس كبداية أي مشروع لقيت روحي أمام هالصعوبات. بغير يعني الكهرباء والنت اللي يدفع لأن كان شغل إلكتروني واحد عليها كان فيه صعوبات ثانية زي الترجمة والتصميم والتطبيق وكذا. بداية بديت بروحي قعدت نحاول اني اترجم يعني حتى لغتي كانت بسيطة بس قعدت نحاول اني اتعلم اللغة الانجليزية باش نحقق الهدف اللي حطيته لروحي. كذلك تحاولت نتعلم الفوتوشوب باش نقدر ندير صور توضيحية تجذب الناس لمجال العلوم. بس بعدين لقيت روحي اني لوحدي مش حنقدر نحل المشكلة او نكون مساهم بشكل كبير فلازم اني نكون فريق. بس كيف نكون فريق؟ خشيت على مجموعة عربية مشابهة تعلمت منهم الإدارة نوعا ما خدمت معهم كمصمم يعني أنا تعلمت الفوتوشوب وبعدين خشيت معهم كمصمم تعلمت منهم الإدارة نوعا ما وكيف مديرين قوانين وينظموا فروعهم وكذلك قرأت شوية كتب على إدارة المنظمات. بس في مشكلة قاعدة عائق بيني وبين تكوين الفريق واللي هو كان العمر. وقتها كان عمري حوالي 16 سنة وكنت يعني خايف إن أمتى الحد يعرف عمري مش هيحس إن المشروع جدي أو ما ينضم الناس أو ما فيش ناتج بعدين. فكيف ندير كيف ندير؟ لقيت طريق درت حساب فيسبوك تاني درت للعمر إخفاء وحطيت لهم صورة أينشتاين. مجرد ما درت يعني هذه الفكرة بدوا الناس ينضمون وصلنا قريب 30 متطوع يعني. ويعني في حتى اللي بدأ يقول لي أستاذ أمجد السيد أمجد. فبهذا بديت يعني قريب سنة ونص توا بالحساب هذا قعدت في الوضع المتخفي هذا اني نترجمه ونديره في مقالات ونصممه وكذا لين بعدين بعد ما حسيت ان كل اساسات المشروع في مكانها وكل شيء في مكانها كشفت على شخصيتي الحقيقية. طبعا كانت رد فعل من الفريق اللي معي ضحكوا خدوها كبروحة رياضية بس سامحوني يعني لان اقتنعوا ان شيء كان ضروري لنجاح المشروع.
اليوم النادي اللي بالعلوم عنده أكثر من 2000 مادة على فيسبوك من مختلف المجالات، العلوم، الفيزياء والكيمياء والأحياء والطب والهندسة. اليوم عندنا موقع إلكتروني هو الأول من نوعه، مهتم ومختص بالعلوم وبموثقية، يعني ديما بالدليل وبالمصدر. وقدرنا في أكثر من 500 مقال مترجم طبعاً، وقدرنا كذلك نتعاون مع مبادرات علمية أخرى ناشطة كانت على المجال الإلكتروني، وقدرنا معهم مش ننقل المعلومة فقط، إنما أيضاً قلنا طريقة التفكير العلمية، طريقة التفكير النقدي وبالموضوعية وبالدليل وبالمصدر. وهذه أنا متأكد إن لو انتشرت، كل ما انتشرت على مدى أوسع حيتغير حالنا هلبة. قدرنا كذلك العام الماضي بالتعاون مع جمعية رؤية لهواة الفلك وعدد من المنظمات إن نأسسوا لأول مهرجان علمي يقام في ليبيا، وكان مهرجان التورية 2016. اليوم ما عادش نحس في روحي متضايق زي قبل، لاني ساهمت بان يكون في اهتمام بالعلوم في وطني، ساهمت ان يكون في المجتمع اللي كنت نطمح ان تنشارك المعلومه ويجيني نفس الرياكشن. اليوم تعرفت على مئات يعني الناس اللي عندهم نفس الشغف والايمان بقضيه العلم، وقدرت حتى مؤخرا اني نحضر محادثه مع احد عازفي العلم الكبار اللي كانوا كنت نشاهد فيهم على في الوثائقيات، وهي عالمة الفيزياء الفلكية في وكالة ناسا دكتورة ميشيل تالر، وسألتها على النجوم الثنائية وسعدت جدا يعني بردها المفصل اللي كان اللي بدأ بجملة هذا سؤال عظيم. لكن مع هذا كله مازال نشوف ان لازم نديره اكثر باش ندعموا مسيره العلم في بلادنا. انا شخصيا ما بيش نكمل كل حياتي نمارس في العلم عن طريق الانترنت وخلف الشاشات، نبي نشوف العلم واقع على الارض، نبي نشوف مراكز بحثيه وليبيا تكون من الدول اللي تنافس على التقدم العلمي، نبي نشوف مهرجانات علميه وقبات فلكيه ومجلات علميه، يعني زي مجلات الرياضه ومجلات الفن، علاش ما تكونش موجوده يعني في كل مكان. وأنا متأكد أن هذا الشيء قابل للتطبيق لو أتحنا سيمفونية العلم للجميع ورينا لأي نقص فيها على أنه فرصة لعازف آخر يعلو بالنغم أكثر وأكثر. لو عندها حتى سؤال اللي سألته في البداية شن تعني لك العلم، مش هنضطر ونسأله، لأن الجميع حيكون مدرك بأن العلم شغف وجمال، بأن العلم قوة وتقدم، بأن العلم طريقة التفكير وخير محور للتغيير. شكرا.